آخر درس في هذا الكتاب. لابد أن المسلم يبتعد عن المشركين. لا يختلط معهم في أعيادهم. ولا يتشبه بهم. يدعوهم إلى الإسلام. يتعامل معهم في البيع والشراء. يبيع ويشتري معهم. لا يتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. المسلم ينصح للكافر لا يكذب على الكافر. لا يقول له أنت على خير، يقول لا أنت في خطر، أنا خاف عليك من النار. نعم. لا يمكن أن المسلم يكذب. لا نغش الكفار، لا نخدع الكفار. أيضا لابد أن المسلم يكفر بالطاغوت بكل ما عبد من دون الله. نعم، يعني لا يمكن أن ترضى أن تعبد من دون الله. يعني لو جاء إنسان سلم عليك وانحنى لك بالركوع السجود، لو رضيت أنت طاغوت لا ترضى، تقول لا، لا يمكن تنحني إلا لله. كل من ادعى علم الغيب هو كافر كفر أكبر، يقول غدا يحدث كذا، بعد أيام تحدث كذا، ما يمكن نصدق هذا. أيضا من باب أولى أن لا أحد يدعو الناس إلى أن يعبد من دون الله. يعني بعض الناس مثل فرعون ينادي الناس بأن يعبدوا من دون الله، هذا طاغوت. لا يمكن لإنسان أنه يأتي إليك مثلا يقول أن تعبدوا من دون الله، يطلب منك أن تعبدوا من دون الله، تسجد له أو تركع له. نعم. نعم، لابد أن نحكم الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.